قتل متعمد، إعدامات بحسب الهوية، مطاردات واقتحام منازل، هذا ما تفعله ميليشيا المجلس الانتقالي التابع للإمارات في محافظتي عدن وبيان، والتي سيطرت على عدن بعد انقلاب 10 أغسطس، حيث كشفت وزارة حقوق الإنسان عن إحصائية كبيرة لتصفيات واعتداءات وصلت إلى نحو 300 مدني بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال. وبحسب بيان وزارة حقوق الإنسان، فإن هذه التصفيات تمت حتى داخل المستشفيات، وذهب ضحيتها 11 جندياً جريحاً. ونشر ناشطون مقاطع مصورة لمشاهد إعدامات وتعذيب وتصفيات، وصفتها الحكومة بالانتهاكات الصريحة للقانون الدولي والإنساني. لم تكتف الميليشيا الإنقلابية بعمليات التصفيات، بل طاردت مواطنين بحسب الهوية، وأوردت الوزارة معلومات عن اقتحام سكن طلابي لأبناء شبوة، وملاحقات للمواطنين في الشوارع واعتقالهم بشكل تعسفي. التصفيات والمطاردات والاختطافات تمت على أساس مناطقي وفق اتهام الحكومة لميليشيا الانتقالي، التي أكدت على زيادة وتيرة الانتهاكات الجسيمة بعد استهداف ما أسمته بطيران العدوان الإماراتي ضد قوات الجيش في أبيان وعدن، حيث تلتها عمليات تصفيات وملاحقات ضد جرح الجيش ومداهمات للمنازل وانتهاك للأعراض. كانت ميليشيا الحزام الأمني قد قادت اليومين الماضيين حملة اختطافات لعدد من المناوئين لها في عدن، وأكدت مصادر محلية مداهمة طلاب ومواطنين في عدة أحياء من المدينة، واقتياد العديد منهم لجهات مجهولة. وطالبت رابطة أمهات المختطفين بالإفراج عن أبنائهم المخفيين قسراً والكشف عن مصيرهم.